معالي ليش ما شاء الله انت وايد تخدمني يعني مو شيء لا تدش نفس واحد ابتلى اليوم انا محكومة الحال اللي عندهم طفاز بعد راحنا ربعي يا ربعي يا بعد قلبي هذا الربع ربع الكعبة هذا الربع عز يا مال العز يا ربع انا اقول يعني والله عز يا مال العز شوف عليك الحمد لله معاك البلد معاك البلد